تلتحق بنا هاجر بوعلي من مستشفى بوفريك بالبليدة، وكذلك هند مرين من مستشفى القطار أو القطار بالعاصمة. مساء الخير، مرحبا. مساء الخير هارون، مساء الخير لكل المشاهدين. أنا متواجد. أبدأ معك هاجر بوعلي، تستمعين إلي هاجر بوعلي؟ طيب هاجر، هاجر هل من جديد؟ هل من جديد هنا؟ كيف هي الحركة هناك؟ لا جديد يذكر لحد الساعة هارون، الحركة طبيعية هنا. المصابون بالفيروس، يعني الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس هنا بموضوع بالحجر الصحي، أما المشتبه بهم فهم هنا أيضا ينتظرون نتائج تحاليل معهد باستر، في حين كما ذكرت سابقا 12 مشتبه به بالإصابة بالكورونا كانت نتائج سلبية وقد غادروا المستشفى صباحا. طيب أشكرك جزيل الشكر هاجر بوعلي.